من هم أولو العزم وكم عددهم؟ اصطفى الله تعالى من البشر أنبياء ورسلا أرسلهم برسالة التوحيد إلى أقوامهم، وقد كان هؤلاء الرسل والأنبياء مثالا في البذل والصبر والتضحية والعطاء، حتى بذل الكثير منهم دماءهم رخيصة في سبيل الثبات على دعوة الله تعالى. وكان من هؤلاء الأنبياء زكريا ويحيى وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم السلام جميعا. وقد تفاضل الرسل والأنبياء فيما بينهم كما يتفاضل سائر البشر فيما بينهم. وقد خاطب الله تعالى في إحدى آيات القرآن وحثه على الصبر، خاطب نبيه طبعا وحثه على الصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن هم أولو العزم من الأنبياء والرسل؟ وكم كان عددهم؟ ولماذا استحقوا هذا اللقب؟ ذلك ما سنقوم في هذا الفيديو ببيانه وتفصيله بعد توفيق الله وإرادته. معنى أولو العزم: العزم لغة يرجع أصل كلمة العزم لغة إلى القصد وعقد النية القلبية على فعل الشيء وإدراك الهدف والغاية. أولي العزم اصطلاحا هم الأنبياء والرسل الذين صبروا في سبيل الدعوة التي بعثهم الله بها أكثر من غيرهم من الأنبياء والرسل، وجدوا في سبيل ذلك لإعلاء كلمة الله ولإنجاح دعوتهم. وقد اعتبر كثير من العلماء أنبياء الله ورسله جميعهم أصحاب عزيمة وهمه في سبيل الدعوة والتبليغ. ولكن هناك عدد من هؤلاء الرسل والأنبياء تميزوا عن باقي الأنبياء والرسل، فاجتباهم الله تعالى وميزهم عن غيرهم. وحقيقة التفضيل هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يرى العلماء أن عدد أولي العزم من الرسل والأنبياء هم 5 فقط، وهم أكثر الأنبياء معاناة مع أقوامهم وصبرا على أذاهم، وما تبوأوا تلك الدرجة وما استحقوا تلك الصفة إلا بسبب ما تقدموه أو ما قدموه وما بذلوه وما تحملوه من أقوامهم من الأذى والتعذيب والصد عن دين الله، ومنعهم من إيصال دعوتهم للناس وتبليغها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرهم العلماء بالتفصيل وبينوا مراتبهم، وهم خاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنبياء الله نوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وقد جاء ذكر هؤلاء الأنبياء تحديدا من قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أما ترتيبهم من حيث الأفضلية فقد اختلف العلماء في ذلك على ما يلي: قيل أن أفضل أولي العزم من الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم اختلف العلماء في ترتيب الأنبياء 3 من حيث الدرجة. لنبدأ مع محمد عليه الصلاة والسلام. لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منزلة وشأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وأعلاهم درجة عند الله. أما اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ولد صباح يوم الاثنين 9 من ربيع الأول الموافق 20 من نيسان عام الفيل سنة 571. كان مولده عام 569 ميلادية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ 40، فدعا إلى الله بمكة 13 سنة، وقد اشتد أذى قريش عليه وعلى من آمن به، فعذبوا أيما تعذيب، وأوذوا وصودرت أموالهم، ومنعوا من البيع والشراء والزواج أو التزويج من غيرهم، حتى هاجر النبي وأصحابه هربا من ظلم قريش إلى المدينة، وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ودعا إلى الله في المدينة بعد ذلك 10 أعوام. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ. ولد في منطقة حران التي تقع في بلاد ما بين النهرين، وتقع حاليا في الجنوب الشرقي من دولة تركيا، إلا أن الدلائل التاريخية تشير إلى أن مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في منطقة أور قرب بابل، وقيل كان مولده بالأهواز، وقال بعضهم كان بالسواد بناحية كوثا، وقيل بل كان مولده بحران. أما وقت مولده الشريف فقد كان ما بين العام 2324 قبل الميلاد والعام 1850 قبل الميلاد، وورد في التوراة أن ولادته كانت قبل 1900 عام قبل الميلاد. وقد روى أبو أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم بين نوح وإبراهيم؟ فقال: 10 قرون. 10 قرون.
عانى إبراهيم عليه السلام في مرحلة الدعوة إلى الله من قومه معاناة شديدة، ومما زاد معاناته وعذابه أن والده كان يناصر قومه عليه ويجاهره العداء، فقد هدد بالرجم قد هدده بالرجم كما جاء في كتاب الله إن لم ينتهي عما يدعو إليه من نبذ آلهته والإيمان بالله، كما أن قومه قاموا بتسفيهه وإهانته وتحقير ما يدعو إليه والتقليل من شأنه، ولكنه صبر وتحمل كل ذلك في سبيل الدعوة حتى أقدم قومه مجتمعين على حرقه وأعدوا لذلك العدة، إلا أن إرادة الله حالت دون ذلك. ومع ذلك فإن إبراهيم لم يرجع عن رسالته ولم يقف عن السير في دعوته، بل صبر واحتسب وأوكل أمره لله وفوض أمره له حتى نجاه الله من قومه وجعله كلمه. موسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث. ثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام ولد في مصر، وكان ذلك سنة 1526 تقريبا، أي بعد ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام ب425 سنة تقريبا. أما اسم امرأته فهو صفور بن شعيب بنت شعيب عليه السلام. نشأ موسى عليه السلام وتربى في قصر فرعون حتى خرج من مصر هاربا بعد أن قتل رجلا من بني إسرائيل بالخطأ. أما عن نجاته من القتل فقد ألهم الله أم موسى أن ترضعه ثم تلقيها في البحر، فأصبح موسى في يد زوجة فرعون وكانت عاقرا. وجدته ابنا مناسبا لها وطلبت من فرعون أن يبقيه فقبل عرضها. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وعاش موسى في قصر فرعون كريما منعما حتى إنهم كانوا ينادونه بابن فرعون. عانى موسى من قومه أيما معاناة، وقد بدأت معاناته بتكذيب فرعون له وإنكاره لرسالته ورفضه الرضوخ لدعوة موسى. وقد عرض موسى عليه الصلاة والسلام ما يدلل على صدقه ما جاء به من النبوة، فاتهمه فرعون بالسحر كما وصفه بالمكر والخديعة لما انتصر على سحارته، وأمر بقتلهم جميعا. ولم يصدق فرعون موسى بشيء مما جاء به، بل ازداد كفرا وطغيانا إلى كفره، وبدأ يسخر من موسى ودعوته. قال الله تعالى: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. لكن موسى عليه السلام واجه كل ذلك بقلب مؤمن متوكل على الله حتى جاء نصر الله. سيدنا عيسى عليه السلام. ولد عيسى ابن مريم عليه السلام بلا أب، وكان مولده معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن تصورها، وكان ذلك تكريما من الله لمريم التي أحصنت فرجها وأطاعت ربها. دعا عيسى عليه السلام بني إسرائيل إلى توحيد الله وعبادته ونبذ ما كان يعبد آباؤهم والأخذ بأحكام التوراة والإنجيل، وأخذ يحاورهم بالمنطق ليكشف لهم فساد عقيدتهم، فعاندوه وكذبوه وكفروا بما جاء به، ولم يؤمن به إلا 12 رجل من الحواريين فقط. وقد أيد الله نبيه عليه السلام بمعجزات عظيمة تدلل على صدق نبوته وحقيقة دعوته، من ذلك أن كان يخلق من الطين على شكل طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، فزاد عداء اليهود له وازدادوا كفرا به ورموه بالسحر والكهنة والجنون، واتهموا أمه بالفاحشة. وعندما رأوا أن الضعفاء والمستضعفين والفقراء يؤمنون به ويصدقون بدعوته ويلتفون حوله، دبروا له مكيدة لقتله وقاموا بتحريض الرومان ضده، وأوهموا حاكم الروم أن فيما جاء به عيسى عليه السلام ومن يدعو له زوالا لملكه، فصدقهم ملك الروم وأصدر أوامره بالقبض على عيسى وصلبه، فجعل الله الرجل الذي وشى به شبيها به، فظنه الجنود عيسى وقبضوا عليه وصلبوه، ونجى عيسى من مكرهم بأمر الله. نوح عليه السلام. اسم سيدنا نوح هو نوح بن لامك بن متو شلخ بن متو شلخ. وقد كان مولده عليه السلام بعد وفاة آدم ب126 سنة.
وكانت نشأته في الفترة التي ظهر فيها فساد وعبادة الأوثان والأصنام في الأرض، حيث صور الشيطان لأهل تلك الفترة تخليد عظمائهم وساداتهم بصور تماثيل حجرية، حتى إذا مات من خلد هؤلاء الرجال أو هم أبناؤهم أنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام فعبدوهم، ومن هؤلاء العظماء ود وسواغ ويغوث ويعوق ونسر. فجاءهم نوح بعبادة الله وحده وتنزيهه عن عبادة غيره من المخلوقات أو الأشياء، فنبذوا ذلك لاعتقادهم أن دين آبائهم أولى مما جاء به نوح، واستكبروا في الأرض وعتوا عن أمره، ولم يؤمن منهم إلا فئة قليلة جدا. قيل إنهم لم يبلغوا إلا 11 رجلا على الأكثر في فترة بلغت فيها الدعوة ما يقارب 950 عاما. وقد بلغ إيذاء قوم نوح له واستهزاؤهم به إلى أن دعا الله أن يهلكهم لكفرهم وعتوهم، فاستجاب الله وأغرقهم بالطوفان بعد أن أنجى نوحا ومن تبعه من المؤمنين. مكث نوح يدعو قومه 950 عاما كما جاء بيانه في كتاب الله، وقد كان عمره قبل أن يوحى إليه 50 عاما، وقيل بل كان عمره حينها 360 عاما، وقيل أكثر من ذلك. وعاش بعد الطوفان في قومه 360 عاما كذلك، وقيل بل أكثر، لتبلغ مدة حياته ما يقارب 1780 عاما، عاش معظمها في الدعوة إلى الله، ولقي ما لقي من الاستهزاء والتكذيب والتعذيب.